حنين. من الغزوات المهمة في التاريخ الإسلامي لما لها من أثر كبير في تثبيت دعوة الإسلام في الجزيرة العربية وتأسيس الدولة الإسلامية، وقد كانت هذه الغزوة تحت قيادة الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي قاد المسلمين البالغ عددهم 12,000 مقاتل، أما المشركون فكانوا يفوقون المسلمين عددا، حيث كان عددهم 20,000 مقاتل، وكان قائد المشركين مالك بن عوف النضري. ولغزوة حنين أسباب وأهداف أدت إلى نشوبها، وظروف تختلف كليا عن سابقها من الغزوات والمعارك التي خاضها جيش المسلمين. سبب غزوة حنين هو فتح مكة، إذ إن فتح مكة من قبل المسلمين أدى إلى عدة ردود أفعال معاكسة لدى القبائل العربية في الجزيرة العربية، خصوصا القبائل الكبرى التي تسكن إلى جوار مكة، ورأت في الإسلام خطرا عليها. وأهم هذه القبائل قبيلتا هوازن وثقيف، حيث اجتمع رؤساء هذه القبائل واتفقوا على غزو المسلمين. وكانت قيادة الغزو إلى سيد قبيلة هوازن وهو مالك بن عوف، وأرادت هاتان القبيلتان قتل المسلمين والقضاء عليهم قبل أن يستقروا في مكة وينشروا الإسلام في الجزيرة العربية بأكملها. كان الهدف الأساسي لغزوة حنين هو رد عدوان قبيلتي هوازن وثقيف اللتين تآمرتا على المسلمين، ومنع وصول جيش المشركين إلى المسلمين في مكة. فخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتوا إلى مكة، وذلك لكسر شوكتهم ومنعهم من تدبير مخططهم في القضاء على الإسلام، خصوصا أن الرسول صلى الله عليه وسلم طهر مكة من الأصنام، فخشيت هذه القبائل على نفسها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد العزم على أن يغلبهم، وكان هدفه في هذا زيادة ثقة المسلمين بأنفسهم، وهذا ما حصل فعلا. حدثت غزوة حنين في اليوم السابع من شهر شوال من العام الثامن للهجرة النبوية الشريفة. أما موقع الغزوة فكانت في وادي حنين الذي حدثت فيه وقائع هذه الغزوة وسميت باسمه، ويقع وادي حنين إلى جانب وادي ذي المجاز، ويبعد عن مكة مسافة 27 كيلومترا من جهة جبل عرفات. اجتمع المقاتلون من قبيلتي هوازن وثقيف لقتال المسلمين، ونزلوا مع حلفائهم من القبائل الأخرى باتجاه وادي حنين لقتال المسلمين. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد كي يستطلع الأمر، فأخبره عن اجتماع قبيلة هوازن مع ثقيف، فعزم الرسول صلى الله عليه وسلم ملاقاتهم، وخرج ومعه 12,000 مقاتل، مما أشعر المسلمين بالغرور بعددهم وقوتهم، وقالوا لن نهزم اليوم من قلة. ووصلوا إلى وادي حنين وتفاجأوا بهجوم مقاتلي قبيلة هوازن عليهم بعد أن تخفوا في الوادي، فدخل الرعب في نفوس المسلمين في بادئ الأمر وتفرقوا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ينادي عليهم ويقول أين أنتم أيها الناس؟ هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. وبقي الرسول عليه الصلاة والسلام في ساحة المعركة ومعه بعض المهاجرين والأنصار وأهل بيته،
وعندما سمعوا نداء الرسول عادوا إلى ساحة المعركة، وكانت معركة عنيفة جدا، وكان النصر فيها حليف المسلمين. وهنا يتبين لنا أن هناك الكثير من العوامل التي أدت إلى انتصار المسلمين في تلك الغزوة، والتي من بينها ثبات نبي الله صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة، وحرص المسلمين على تلبية نداء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للحرب. ومن أهم الأسباب التي أدت إلى نصر المسلمين هو تأييد الله عز وجل لهم بجيش من الملائكة وإلقاء المزيد من الرعب في قلوب المشركين. في غزوة حنين العديد من المواقف التربوية المهمة التي استفاد منها المسلمون وأخذوا منها العظة والعبرة، خصوصا أن عدد المسلمين كان يفوق عدد المشركين في هذه المعركة. ومن أهم المواقف التربوية العظيمة في هذه الغزوة ما يأتي. وهنا نتعلم من أحداث غزوة حنين العديد من المواقف التربوية التي تعلمها المسلمون من خلالها، وهي عدم الاغترار بالكثرة والقوة، والالتجاء إلى الله تعالى وطلب النصر منه. ومن هذه الغزوة أيضا تعلم المسلمون قواعد النصر وقوانينه، وأن القلة أو الكثرة ليست عبرة للنصر على الأعداء، بل يكون النصر بتوفيق من الله تعالى. ومن الدروس التي نستخلصها أيضا من غزوة حنين عدم التعلق بمتاع الدنيا وغنائمها مثل غنائم الحروب، خصوصا أن الغنائم في غزوة حنين كانت كثيرة جدا، وأيضا عدم المحاباة بين القوي والضعيف وإعطاء كل ذي حق حقه. ومن الأمور التي ظهرت جليا هو مشاركة المرأة في نشر الدعوة الإسلامية، ويتبين من خلال موقف الصحابيات اللواتي شاركن في غزوة حنين وشاركن في العديد من المواقف، مثل موقف أم سليم. بعد انتهاء غزوة حنين كان الانتصار حليف المسلمين، على الرغم من أن بداية المعركة لم تكن في صالحهم، لكن الله تعالى من عليهم بالنصر المبين. وقد أسفرت غزوة حنين عن عديد من النتائج المهمة، وهذه النتائج كما يأتي: حصول المسلمين على عدد كبير من الغنائم، حيث فاقت غنائم غزوة حنين الغنائم في أي غزوة سابقة، استشهاد 4 من المسلمين وهم: وكذلك قتل عدد كبير من المشركين، وعلى رأس هؤلاء القتلى كان دريد بن الصمة، كما وقع عدد كبير منهم في الأسر، وكانت غلبة المعركة لجيش المسلمين، وهو ما يبين لنا أن هذه الغزوة كان السبب الرئيسي من ورائها هو صد هجوم جيش الكفار الذين أرادوا النيل من المسلمين.